مصنع الجلاله مش مصنع، ده مجموعه مصانع. ازاي؟ بص يا فندم، المصانع هنا عندنا بتتكون من سبع مصانع. سبع مصانع مش واحد؟ لا لا مش واحد. المصنع الاولاني فانت تقطعه من انتاجيه 10000 لتر في اليوم. المصنع الواحد اللي احنا فيه، انتاجيته فعليا 10000 لتر. بيستقبل 10 ولا ينتج 10؟ لا بينتج 10000 لتر. بيستقبل كميات تقريبا حوالي بتاع 20000 متر، 30000 متر، 50000 متر. كويس قوي. فبننتج الانتاج بتاعنا 10000 لتر يوميا. كويس. السبع مصانع فطبعا انتاج مهول على مدى الشهر كله. يعني السبعه في 10000 في الشهر. في الشهر. يعني بتتكلم في 70000 متر في الشهر. بالظبط. بخلاف بقى الجوده بتاعتهم. ايه بقى الجوده؟ الجوده احنا بيجي لنا البلوك من المحضر زي ما حضرتك شايف كده. ده زي ما حضرتك شايف. يعني ده بلوك. بالظبط. بيتقطع بمقاسات مختلفه على حسب طلب العميل. 2 سم، 3 سم، 4 سم. وبيتوزع بالاوردرات. 2 سم ايه قصدك؟ التخانه يعني؟ التخانه السكنس بتاعه 2 سم او 3 سم او 4 سم. على طول البلوك بطولته. وبينزل احنا بنخش على مرحله ثانيه اللي هي بتاعه الديله والتقطيع على حسب الاوردر اللي العميل عايزه. كويس. عظيم. مستوى المكن اللي في المصنع؟ لا، مستوى المكن اللي في المصنع المكن كله ايطالي. ايطالي؟ شغالين فيه. يعني دي تكنولوجيا ايطاليه؟ تكنولوجيا ايطاليه، الحجاره بتاعتنا ايطالي، جميع المصانع اللي بره بتستخدم حجاره مصريه، احنا بنستخدم ايطالي. فبتبقى الهاي كواليتي بتاعنا بجوده عاليه جدا، واكتر حاجه عندنا هنا بتعتمد عليها المصنع الجوده بتاعتنا. يعني ايه الجوده؟ تفسيرها ازاي يعني؟ الجوده. يعني ايه اللي يخليك انت اجود مثلا من كذا ومن كذا؟ يعني قول لي ايه الاضافه اللي عندك؟ الاضافه اللي عندنا ان احنا بنعتمد مقاس بيجي لنا، مقاس ما بيزودش فيه ولا بنقل فيه، اللمعه بتاعتنا كويسه جدا، التشطيب بتاعنا كويس جدا، بتلف على بنتات بستريتشات بشنابر مؤمنه، بتروح الموقع في حاجه نظيفه جدا، لكن المصانع اللي بره ما بتعملش اللي احنا بنعمله. انت مش هتقارن المصنع بالحجم ده بالمصانع اللي بره، انت هتقارنه باللي زيه في تركيا وفي ايطاليا وفي المغرب. ان شاء الله، ان شاء الله باذن الله، باذن الله احنا في خطوه اللي احنا نبقى رقم واحد ان شاء الله. المصنع اللي هنا فيه كام عامل؟ في حوالي بتاع 500 عامل. 500 عامل شغالين؟ شغالين 24 ساعة. انت بتشتغل 24 ساعة؟ 12 و12؟ 12 و12. 12 و12. يعني المكن شغال باستمرار. المكن شغال باستمرار. كويس. ما بيقفش. متوسط الأعمار هنا إيه بقى؟ متوسط الأعمار بيتساوي مثلا من 20 سنة لغاية 45 سنة. يعني متوسط معقول. معقول. نسبة الشباب هنا أعلى؟ نسبة الشباب هنا عالية جدا. عالية جدا جدا. البلوك زي ده لما بيجي لك من بره بتعمل الخطوات إيه بقى؟ الخطوات بيجي لنا البلوك من المحضر. بندخله على مكنه الشاسيه. في مكنه اسمها مكنه الشاسيه. الشاسيه ده رقم واحد. ده رقم واحد. بيعمل فيه ايه؟ ده بينشره. بينشره طاولات. على حسب السمك اللي احنا عايزينه. عظيم. قطعه الواح. بالظبط. اللي هي طاولات. وينزل يخش على مرحله بعد كده اسمها الجله. الجله. تتجلي ويتعالي. ويتعالي. بعد كده المرحله الثانيه بيخش على حاجه اسمها كروس كتر. دوت اقطعه المقاسات اللي انا عايزها. مظبوط. بعد كده بس بيخرج المنتج، بنعمل له فرز سيلكشن. فرز ويتفرز بالالوان اللي هيطلبها العميل بالعينه اللي احنا مدينها. يعني انا لو عايز رقام احمر الاقيه؟ تلاقي. لو عايز رقام اسود الاقيه؟ تلاقي. اخضر حسب في اخضر، في اخضر مصري. انت كم لون عندك بتاع اللي عم تشتغل فيه؟ يعني عندنا دلوقتي مثلا التريستا، وعندنا الجلاله ده بني وبيج، وعندنا احمر، عندنا ابيض في اسود، عندنا احمر، عندنا اخضر. اخضر. اخضر مصري. ايوه. مصري. في اخضر هندي، بس احنا عندنا اخضر مصري. كل دي محاجرنا احنا اللي احنا شغالين فيها. محاجرنا. يعني هو هنا ما بتستوردلوش ده من محاجر. ده اللي جاي من المحاجر اللي انا كنت فيها فوق. بالظبط يا فندم. كلها بتنزل على هنا. كلها بتنزل على هنا. كلها بتنزل على هنا. وعندنا خامات بتعادل الخامات اللي بره، يعني عندنا حاجه اسمها امبرادور 1200، ده بيعادل الامبرادور الاسباني اللي بره.